السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في قناه حفيده لسالي مرندا. من بعد ما وريتكم هذا الدرس المغلف هذا، اليوم ان شاء الله غنديروا هاد الحبكات هادو من الفوق، ملي كنخدموا الخيط مبروم على ثلاثه شعرات. كنبداو هنايا عادي، كنخليو هاد الخويط هذا ما بينهم. عندنا هنايا غرزه الاخره كنضربوا فيها، هنا كنديرو حبكات هكا، كندورو الخيط هنايا، كنحسبو هاد الحبكات باش يجيونا هاد سنين هاد الفوقاني يجينا قد قد. جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. هنايا في نفس البلاصة غادي نضربو غرزة بحال ما هكا هكا، نتمنى يكون واضح لكم. نجيو لهاد الدريس الثاني كنضربو في هاد الفوقاني هادي هكا، هاد العوينة هادي اللي كنكونو شكلنا هنايا هي اللي غنحط نشدو فيها بحال ما هكا. وهنايا كيبقى عندنا الخيط، كنجيو هنا عندنا غرزة، هاد الغرزة اللي ضربنا الاخر هي اللي كنضربو فيها بحال ما هكا. دابا غنبداو نحكو تاني، عندنا ستة الحبكات كي عندنا جوج خيوط كنهزوهم بجوج، ها واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، وخمسة، ستة. يعني خصو يكون عندنا ستة هنايا، كنبقاو باش نكون عندنا نفس العبار. دابا غنضربو غرزة هنايا، غرزة ماشي حبكة، غرزة هادي هاكا. دابا غنخدمو جهة أخرى، نتمنى يكون واضح لكم. غنعاودو نرجعو فين غنضربو، غنضربو في الغرزة اللي درنا لخرا هي اللي غنضربو فيها، هاد الغريزة لخرا اللي درنا هي اللي غنضربو فيها صافي. كتبقى دابا العملية كتكرر، كنبقاو نخدمو نفس الطريقة صافي. هنايا كنحبكو ستة الحبكات ديالنا، نتمنى أنه يكون مفيد لكم هاد الفيديو إن شاء الله، وتطبقوه. والسلام عليكم البنات.